في الالعاب القتاليه دخلت الجوجيتسو. بس هنتكلم عليه ده مهم جدا. حبه ريسلينج بس دول يعني وعند حققت هنتكلم عليه حققت انجاز خرافي انك حصلت على الميداليه البرونزيه في بطوله اوروبا. انا كمان سالت انا قلت يعني دي هي دي بص خرافي دي. لا في ناس في يعني في مصر ناس عملوا انجاز احسن من كده. وكمان هي الجوجيتسو متقسمه حزمه. انا البطوله اللي احنا دخلناها دي انت حزام ايه؟ انا دلوقتي ازرق. اوكي ده اللي بعديه بني ولا بعديه بعديه بيربل؟ بس انا مش عارف بقى ده لسه. يعني جزء من ان انت تاخد بروموشن هو الديديكيشن بتاعك الاتيتيود بتاعك. ممكن تبقى لك 10 سنين وتكنيكلي انت احسن واحد هنا بس يور نوت ديديكيتد انف. واحد ديديكيتد اكتر وعنده اتيتيود احسن ياخد الحزام على طول. انا ما عمري ما كنت اتخيل الحته دي. اكتر الرياضات الديسيبلين رابط الديسيبلين وهي هامبلين كمان بتديك وضعك كده. يعني في حاجة معروفة في الجوجيتسو بتقول put your ego at the doorsteps. ما تخشش بيها على المات. يعني المات الايجو بتحطها بره وتخش هنا زيك زي اي. طبعا كل حزام ليه الهيراركي بتاعته وكل حزام. ودي رياضة جديدة في مصر فما فيش ناس كتيرة قوي عندهم اكسبيرينس فيها. بس لا يعني طبعا في محمد عمر زيزو ده هو اللي مدربني وهو اللي جابني الرياضه دي. ده اول واحد مصري يحصل على الحزام الاسود مش كده؟ عارف بدا قصه اكشي لذيذه. يعني انا بدات في الجيتسو دي في انوبيس. انتوا كنتوا في انوبيس بس انا عندي كلب اسمه انوبيس فانا دايما انوبيس والناس تقول انوبيس. هو على فكره مسمينه انوبيس علشان الكلب احنا صح الافيليشن اللي كان قبلها كان اللوجو بتاعها او البراند بتاعها بول دوج او كلب. اوكي هنجيب الكلب المصري بقى بتاعنا الانوبيس. صح ده الفكره. و هي بدأت ان انا كنت بلعب ووتر بولو وقررت في يوم من الايام خلاص مش عايز العب بقى رياضة تانية وابطل كرة مية. وتخنت مثلا 18 كيلو في 3 شهور. ما هو اللي بيلعبوا برضه سباحة وكرة مية دول الاكل بالنسبة لهم عادي. يعني عشان انتوا بتحرقوا كمية سعرات رهيبة وتعود تاكلوا جامد 3 4 ساعات في اليوم وساعتين الصبح. يعني وهي اللي ما يعرفش الووتر بولو الووتر بولو صح؟ صح ما حسني قلت حاجة غلط. الووتر بولو لعبة صعبة جدا وفيها عايزة انرجي عايزة طاقة جامدة قوي وعايزة هي رياضة مميتة. هي مميتة يعني هي مش في رأيي هي حتى في يعني في الأولمبيك ستاندرز هي غالبا مش غالبا هي أصعب رياضة في العالم. يجي بعديها اللونج الماراثون فعلا. أنا ما أعرفش ده والبوكس يجي تالت يعني فعلا. أنا بس كده أنا ما أعرفش أنا حاجة. بس كان عندي صحاب من زمان في الووتر بولو قبل جيلكو. فكنت دايما بفكر يعني إيه حد يقعد بيعوم حد يجرقك وحد يشدك وتطلع تاخد نفسك وتلاقي حد ضربك بناء. لا رياضة صعبة جدا يعني. اوكي طب كمل الترانسفورميشن. بس انا عايز اكلمك على الووتر بولو برضو. الووتر بولو حاجة مهمة قوي في حياتي جدا ما انا عارف. خلصت وانت عملت مصايب برضو في الووتر بولو هنا جوه وبره. ربنا يستر. فخلصت جينات انت عارف طبعا جينات هيشو طبعا. فخلصت انا الووتر بولو دي وفي شهرين مثلا لقيت نفسي زدت 17 كيلو. ما كنت بتاكل عادي الاكل العادي بتاعك بس ما بتحرقش اللي انت بتعمله؟ والاكل العادي بتاعنا ده مش طبيعي. مش بني ادم طبيعي بياكل كل الاكل. بناكل 4-5 مرات في اليوم وانت خلاص بقى. بس انت برضه بتحرق اي حاجه بتاكل كاربز بروتين يعني لو انت في البري سيزون بتتمرن انت تقدر تاكل اي حاجه ما تخشش في دايت اصلا. جسمك مش هيستحمل بالظبط وهيجي لك انجريز صح بالظبط. فبالعكس لازم تاكل كويس قوي. اوكي فروحت كلمت صاحبي اسمه عمر غريب وزيزو قلت له بقول لك ايه انا عايز اجي اتمرن. وساعتها فعلا كنت 97 كيلو وانا اصلا الطبيعي بتاعي 80 كيلو. فكنت 97 كيلو كده فرايح 97 وصلت هوريك صوره كارثه يعني. انا اولموست دلوقتي اولموست ايه انا حاليا 94. لا انا كنت فعلا يعني أوكي. موضوع زياده خالص. اوكي رايح بقى رايح لغريب كده. ف تخيلي مثلا ان اولا انا بلعب ووتر بولو فرياضه يعني عنيفه جدا ومش عارف ايه. فتخيلي هخش على الشباب دي هروقها. فزيزو خلى واحد يعني اسمه يوسف جبريل عنده 14 سنه يعني ما كانش عدى سن البلوغ. انت كنت كام؟
انا كان عندي 23 او 24 سنه. انا اكبر دلوقتي كام يا عمر؟ انا دلوقتي 30 كنت اقول 29 كان نفسي. انا دي طول عمري ان شاء الله اميزنج. فجاب لي يوسف جبريل ده وقال لي 14 سنه والله ما كانش ساعه عدى سن البلوغ يعني كان اوكي خفيف كده يعني. اوكي فجالي فقلت له لا يعني وقلت له بجد ما كنتش بقولها بغرور. اوكي انا خايف اعور الولد طبعا ما فعلا خايف اعور الولد والولد ممكن اكسره فيه. اوكي هو بص لي كده قال لي يعني انت جيت سيبنا احنا بقى نشوف زيزو. كان قبلها عندك اي يعني تدريب او عارف اي حاجه عن الجوجيتسو ولا جوجيتسو ولا كنت بتفرج كويس قوي بتفرج جدا بس لا مع التدريب زيرو. كان ده اول مره ليك. اول مره التحم مع حد في اوكي كده جاب لي ولد صغير. أوكي. اول دقيقه لقيت الولد ده ماسكني كده بقى من وزنه ايه؟ لا انا مش ببالغ هو نص حجمي مش قادر اصدق حرفيا. اوكي يعني انا مش ببالغ فعلا بقول لك عليه هو كان لسه بقول لك ما عداش سن البلوغ. ف نزل كده وبدا يمسك وانا مش عارف فاهم وحاطط رجله عليا وهي الجوجيتسو في حته الدفاعيه اكتر صح. هي الهجوميه فهو الولد يدافع انا رايح له كده هو يمسك كده فاقل من دقيقه ونص فجاه لقيت كتفي بيعمل مفروض كده وحاجه بتعمل ترك لكن ارم بار ولا كان ايه فجابني ارم بار فرحت عملت كده اهو مع صوت التيشوز انا مش متخيل كمان ان هو انا مش عارف يعني ايه حد يعمل كده وايدي بيقع عشان ولازم غصبا عنك لازم هتاب. انا عملت كده بعد كمان غرور يعني انا كنت فضلت ماسك نفسي وبعد كده لا قلت انا كده هكسر كتفي. انا بشوف دي من الحاجات يعني انه الناس اللي بيدخلوا البرايد اللي بيبقوا بيبقوا دي كانت مشكلتي. انا عندي اصابه في كوعي برضو خلال اول شهرين ثلاثه دول اي واز مش موافق ان حد يخليه يسلم. انا اسلم ما دي ثقافه بجد النهارده يعني انت هتبص هتلاقي كوعي ده قابب شويه ده من الارض. كل اللي عندهم جواهم محارب بجد فايتر بجد عندهم المشكله دي عندهم مشكله انه يسلم فيفضل انه ينام لو في الجلوتين شوك او في اي نوع من التشوكس او انه يحصل له انك انجري. تنام ارحم يعني لو في كومبيتيشن بقى في بطوله كبيره ان انت تتخنق وتنام ارحم انك تتكسر يعني لو طبعا طبعا ايوه طب ممكن يعدي الوقت تكسب في اخر لحظه مش عارف ايه بتاع بس انت لو هتنام هتنام طب ليه علشان ممكن مثلا يبقى فاضل 20 ثانيه اوكي فانا هفضل بحاول اجيب اي اكسجين لغايه اخر ثانيه الجرس هيرن انك كسبتك انا كسبان بوينتس مثلا اوريدي. اوكي طب نرجع للواقع بتاعت اول بنزل هو عمل لي الارمبار دي فبصيت كده طبعا زيزو وعمر واصحابي اللي كانوا جايبين لي عمل عايزين بس نقول للناس الارمبار هو احد اساليب اللي تسلم بيها الخصم بانك بتفرد دراعه كله عكس اتجاهه من الناحيه الثانيه وبتكون مثبته برجليك بحيث انه مالوش اي طريقة انه يفلفص منها خالص فيا اما دراعه يكسر يا اما هيضطر ان هو يسلم اللي هو امثال عمر ما بيحبوش يسلم كامل يا استاذ عمر بس وهي علشان الرياضة دي مش هدفها ان حد يتمنظر على التاني اول ما الولد جابني زيزو عمر وبتاع ولكنهم شافوا حاجة يعني مش فاهمني يعني هو دلوقتي زيزو ده المدرب هو بيليد البتاع كله وهو عينه عليا بس هو مش مبين لي انه عينه عليا طبعا مش مدرب بالظبط هو مش عايز يشوف ومش عايز حتى يوري ان انا ايه ده انا جيت اول مره واحد عنده 14 سنه في ناس كتير قوي بتيجي تقول لك لا خلاص انا طب هو ما خافش ان انت تهرب بعد التجربه دي خاصه ان انت اصلا في الحياه كنت يعني هنتكلم عليها قبل كده ان انت راجل معروف ان انت يعني في لما بيحصل لك مشكله او في خناقات او في حاجات كده ان انت كنت راجل معروف انك بتنجز كويس جدا جدا كان ليك سمعه فهو ما خافش بقى ان انت تقفل منها ولا هو كان عارفك اكتر ولا لا هو عامه انا رحت انا وواحد كمان اوكي صاحبنا قوي برضو اوكي جامد برضو كده ووحش يعني هو قعد اسبوع وانا لقيت النهارده بتمرن ف
هي اعتقد ليه علاقه اكتر بالكاركتر، يعني انت عايز تعمل، يعني عايز تعمل ايه، وقد ايه انت عايز بالظبط. اوكي، فهو كان عامل نفسه انه مش شايفك، لكن كان عينه عليك. ودي حاجه من الحاجات اللي اول ما طبعا الولد الصغير ده عمل كده، انا قلت خلاص انا قاعد في المكان ده لغايه ما اعرف هو عامل كده ازاي. اوكي، بقيت اتمرن بقى صبح وبالليل. قعدت يعني انا ودني ديفورم شويه في ودني كده، في زي كولي فلاور اير اللي هي بتحصل من الاحتكاك المراسل بالارض او بالخصم. بس دي جات لك بعد التالت او وهي برضو في استعداد جيني للناس اكتر من الناس، انه طبعا ولا ما فهمش اللي عندهم ودن وودن برضو. ده بيبقى بيحتك بيميل اكتر على على ودن على واحد. اوكي، وانا جات لي بعد ثالث اسبوع، انا حتى ساعتها بقى اللي بقول لهم انا داخل بقى العب رياضه عشان ابدا يجي لي حاجات في ودني وفي كتفي وكوعي، مش عارف اتحرك. يعني انا كنت بلعب رياضه اصاباتها كتيره بس مختلفه تماما، يعني تبقى عارف ان انت مثلا اتصبت من كتر العوم مثلا، من كتر التحميل بس. لا دي كانت تجربه جديده وحبيت اكمل فيها وحبيت اعرفها اكتر، واي ثينك ده السبب يعني اللي احنا. طيب نرجع على ال اه كنت بتكلم على ال... انا كمان عارف ان البطوله بتاعتك اللي هي اللي انت خدت فيها المركز الاوروبيين اسمها ايه البطوله؟ هي اي بي جي جي اف، ده اللي هو الاتحاد بتاع الاتحاد الدولي للجوجيتسو. بيعمل بطولات كتيره، البطولات الكبيره اللي فيها بتبقى الوورلد برو واليوروبينز. دول في طبعا بطولات كتيره، بس الوورلد دي اللي هي بطوله العالم، فدي بتبقى اكبر واحده، وتاني واحده بتبقى او تاني واحده في الاهميه ممكن البانامز واليوروبينز، دول في نفس الليفل. اوكي، انا اللي عارفه كمان ان انت ما دخلتش كامب بمعنى الكامب قبلها منك من وبعدين سالت كمان ان انت يعني قلت لي كده وسالت ناس فاكدوا لي نفس المعلومه. انا ما كنتش اكشلي ما كنتش هخش البطوله. انا رحت انا وزيزو ومحمود المجاوري، محمود المجاوري يبقى ابن خالتي برضو. والله انا جبته معايا في الجيتسو دي وهو من هو صغير. اوكي، وكان بقالي 7-8 شهور مبطل، كان عندي اصابات كتيره، وكان كنت ساعتها برضو مركز شويه في الشغل، فكنتش عارف ادي الجوجيتسو الوقت اللي هو محتاجه. وجينا قبل البطوله بثلاث شهور، زيزو قال لي بقول لك احنا عايزين نروح البطوله اليوروبيينز وبتاع، فتعال. فقلت له ماشي، فجينا نبدا نتمرن في الوقت الصيف. قعدت اسبوع طبعا بقى بريكوفر بقى وطلع بحاول، تاني اسبوع تمام، تالت اسبوع جالي غضروف في ركبتي. اوف، فكنت بسبور برضو يعني حركة غلط. لا ولا حركة غلط، حركة هو ماسكني يعني منسكس ولا منسكس. اوكي، تير يعني تير تير. طب ما ده مشكلة كبيرة جدا، لان الجوجيتسو معتمد على حركة المفاصل هي المفاصل هي مين اللي بتتمسك منها، عشان كده انت يعني اتعاملت مع الانجري دي، مع الاصابة دي ازاي؟ قعدت 4 أسابيع ما بعملش اي حاجة، يعني قعدت 4 أسابيع ومنهم يعني 2-3 على عكاز. وهو أوف، انت تقدر عملت فيه حاجه يعني انت تقدر تعيش وانت عندك قطع. انا عندي اوريدي منسكس عايش بيه، فتعرف تعيش بيه عادي. بس ما كان راحه تامه 3-4 أسابيع. اوكي، وبعدين قبل البطوله باسبوع كده نزلت بدات اجري شويه. باسبوع يعني انت قطعت قبل البطوله بالظبط باسبوع يعني، وبدات اجري عشان اخس، عشان اجيب الميزان بتاعي اللي احنا بنتكلم عليه ده. وزن كام انت لعبت؟ 79. اوكي، في البطوله دي كان 79، وكان وزني قبل يعني الاسبوع بقى اللي قبل البطوله دي 84.5. اوف، فكان لازم انزل 5-6 كيلو قبل البطوله دي. فبدات اجري لغايه ما جه يوم الخميس. البطوله كانت يوم السبت، يوم الخميس احنا بنسافر، وكمان لما بتسافر بيبقى في مشكله ان الصف الطياره والبريشر بيعمل لك ووتر ريتنشن فبيخزن ميه، فبتزيد شويه. بس ما اتمرنتش ولا اي حاجه جوجيتسو قبلها، ونزلت البطوله علشان ابن خالتي. يعني انا كنت بقول لزيزو اللي هو يعني كنوع من المسانده ليه، عشان لو انت خلعت هيبقى برضو ممكن تضعفه معنويا. انا حبيت يعني اشجعه او احمسه بطريقه او باخرى، وبصراحه ما كنتش يعني مش هضحك عليك، يعني ما كنتش متخيل خالص ان احنا هعدي اول ماتش، يعني
كده اول ماتش جاب تاني ماتش جاب تالت ماتش جاب رابع ماتش وخسرت الخامس في السيمي فاينلز. الجنسيات اللي لعبتها كانت ايه؟ اول واحد كان لبناني. اوكي. تاني واحد كان ايطالي. تالت واحد بلغاري. رابع واحد مش فاكر. السيمي فاينل اللي خسرته كان ايطالي. أوكي. وكان ولد ريسلر. اصلا باك جراوند. اوكي. برضو في نظرية كده ان الراحة قبل الماتش بفترة بتخليك ان انت تريكوفر، يعني انه لو انت متدرب بس انت ما كانش ده مش الكيس بتاعتك، لكن في عامة ساعات الكامب تدريب او المعسكر التدريب بيعرضك لاصابات اكتر او بيخليك عرضة لل بص هو البريشر، يعني انا في ودي عامة حاجة غالبا يعني في حياتي عامة، يعني انت عارف يعني في حاجة ده تلاقيني دايما حاططها هي train the mind، جهز عقلك قوي، عقلك قوي نفسك. It's everything. بالضبط. It's everything. Mindset. بالضبط. أنا وأنا حاطط يعني كلمة train the mind دي معلقة معايا من أول بطولة جوجيتسو دخلتها، كان برضو معايا زيزو. ودخلت البطولة كنت كسبان أول دقيقتين ببوينتس وبعلم. اللي هي البطولة دي؟ لا. واحدة أول واحدة خالص. أو من خمس ست سنين. أوكي. وخسرت. انت كم سنه كم سنه عمر لحد دلوقتي في الخبره؟ جوجيتسو 6 سنين. طب ده شويه حلوين بقى. فخسرت من واحد انا احسن منه بكتير، يعني احسن منه بكتير بكتير، بس دي كانت اول بطوله ليا فكان في رهبه طبعاً. حتى كانت مأثره على نفسي طبعا. يعني احس انا عارف كويس قوي، يعني بتمرن كويس جدا، ويعني منهج ليه تعبان ليه دماغي، ببص على مدربي، ببص على اللي قصادي، وانا كنت كسبان، يعني مفيش حاجه تخلي ان انا اخسر. فمن ساعتها وانا عرفت ان هو مش بس لياقة بدنية، mindset is everything. فانا اكبر حاجة في القصة دي ما كانتش موجودة في البطولة دي، انا داخل البطولة من غير بريشر، مش عايز اكسب ولا على بالي ان انا هكسب، ما عندكش ضغط انك لازم تكسب بالزبط. لان انت مش مستعد ومصاب كمان. كويس ان انا نزلت اصلا على الماتس. ف دي كانت it worked for you، يعني اشتغلت ليك. يعني بنسبة 90% دماغي كانت مرتاحة.